اليوم الأحد 21 تموز يوليو 2024، مين هو المولود الأكثر تأثر بهذا اليوم تحديداً؟ كون اليوم في عنا اكتمال للقمر بأواخر درجات برج الجدي وبأوائل الدلو. أكيد عزيزي مولود الأسد يسعد لي أوقاتك. اليوم مو من مصلحتك أبداً الانفعالات على أي مستوى ومع أي نوع من أنواع علاقاتك، مع شريكك العاطفي، مع شريكك الزوجي، بالعيلة، بالبيت، بالشغل. اليوم بدك تحط في بالك أنه الطرف الثاني ممكن يكون قدراته على التأثير أقوى، أو إذا دخلت مثلا نقاش فممكن انه ما تكون انت الطرف الرابح فيه. اليوم رو، وخاصه انه باكتمال القمر بهذا الموقع بالنسبه لك، يعني فيني اقول انه هي نهايه او اغلاق مرحله قد تكون عاطفيه بحياتك او ربما مهنيه، استعدادا لما هو قادم. اكيد ما لازم تجازف باستقرار علاقاتك وامورك عزيزي مولود الثور. اليوم شوي من الايام الضاغطه يلي ممكن تكون مسؤولياتك كثيره، امورك الماليه ايضا بهذا الوقت ممكن تكون عم بتعاني من شويه ضغوط او من نقص سيوله او ربما من بعض الالتزامات او المطالب حولك، فهذا شوي عم بيضغطك بهذا الوقت. اضافه انه بيوم مثل هذا ممكن تكون الظروف المهنيه مانا كثير مثل ما انت مرتب لها، او تواجه بمحيطك العملي شويه ارباكات او شويه متاعب. فاروق وطول بالك، الامور رح تكون جيده، خاصه انه باكتمال القمر اليوم ببرج الدلو وبدرجاته الاولى بالنسبه لك هذا يعني موضوع مهني بنهايته، رايح لنهايته، وانت على استعداد لتفتح صفحه جديده بتخص امور عمليه بحياتك. يا مرحبا عزيزي مولود العقرب. الضغط، تعب، إرهاق يمكن عم تعاني منه بهذا اليوم، ورغم هيك أنا ببشرك أنه أنت مقبل هلأ أو مشرف على نهاية وضع عائلي أو ربما سكني أو أمر متعلق بعقار أو متعلق بانتقال أو بتغيير، أو ربما البعض منكم مواليد العقرب ممكن يكون عندهم علاقة رسمية شارفت على يعني قرار إلى نهايته. ممكن قرار بارتباط، ممكن قرار بانفصال، ممكن قرار بتصالح. يعني بحثك عن الاستقرار كتير مهم بهذا الوقت. في منكم ممكن يفكروا ياخذوا قرار ببيع عقار او شراء عقار او ترتيبات ضمن المنزل. عامة اليوم الطاقة شوي مزعجة بالنسبة لك مولود العقرب، فحاول انه علاقاتك مع افراد العائلة ما تتجاوز فيها الحدود اللطيفة. أفكار سلبية عم تنتابك شوي اليوم مولود الحوت، مانك رايق أبداً، مانك مرتاح أبداً، حاسس إنه الأمور مانا ثابتة بحياتك مثل ما أنت بتتمنى، أو يمكن مانك واقف على مكان ثابت أو أرض ثابتة. فكتير من الظنون، كتير من الأمور الماضية يمكن عم ترجع بهذا الوقت، حتى لو كانت فكرياً، يعني حتى لو ما كان في شيء من الماضي على أرض الواقع، إلا أنه أنت ذكرياتك، تقييمك لمواقفك السابقة، نظرة عامة لما سبق من حياتك وما قالت إليه أمورك، هذا كله شغلك الحقيقة بهذا اليوم وشوي تعبك. ورغم هيك اليوم في اكتمال للقمر شوي بيتعبك من ناحية طاقية أو من ناحية المزاجية، لأنه يبشر هذا الاكتمال بأنه صار لازم تروح لمرحلة فيها نوع من الشفاء أو التشافي من آثار وجروح الماضي، وتبدأ بفتح صفحات جديدة بالفترات القادمة. كثير عم تكتر انشغالاتك والتزاماتك عزيزي مولود العذراء بهذا اليوم الحقيقة، وعلى فكرة ممكن كثير تنضاف لمسؤولياتك مهام جديدة. أصلاً أنت اللي باقي من السنة كلها
يعني أكتر شيء أو الأبرز عندك هو أمورك العملية والتغييرات يلي حطلها. يعني كتير منكم يلي ما عنده شغل ممكن يلاقي، ممكن ينضاف لعمله مهام جديدة، ممكن ينتقل من موقع مهني، ممكن يكون عنده ترقية، ممكن يترك مكان يروح لمكان. هذا وارد لكل مواليد العذراء وبكل عشرياتهم. أما اليوم فأنت واقع تحت ضغط كتير كبير، لهيك ممكن بتكون صحياً أمورك ليست على ما يرام، في شوي هيك ثقل بالمسؤوليات، أو في هيك ظروف متطلبة شوي، طوارئ يمكن عم تنطلب منك بوقت أنت مانك عامل حسابه، شوية تنظيم. يعني ما هيك تتضايق من كثرة المطالب حواليك، حاول تنظم وحاول تتساعد مع الناس اللي حواليك لصالح إنجاز الأعمال المطلوبة. الحقيقة عزيزي مولود الجدي، ظروفك المالية عم تضغط بهذا الوقت، رغم أنه في مكاسب مالية وفي بعض التحسينات، لأنه عم بتكون شوي المصاريف ضاغطة وخاصة بيوم مثل هذا تضطر لبعض المصاريف الطارئة، بس ما بعتقد أنه هي مصاريف عشوائية أبداً. ممكن تكون العلاقة بأمور منزلية، ممكن العلاقة بأمور مهنية أو حتى شخصية، بس اليوم حاول تحسب ميزانيتك بشكل صح وحاول ما تفرط بالمال بأماكن غير مناسبة. اسعى للحلول وحاول انك تصوب بعض المسارات والاوضاع عزيزي مولود السرطان. يوم من الايام الجيدة يلي على الاقل بتقدر فيها انك تصلح موقف، تصالح حدا، تتقرب من حلول، لأنه أنت أصلاً مواقفك اليوم إيجابية الحقيقة، بس يمكن أكثر شيء بيبرز اليوم هو قضايا المال، وخاصة أمور المال متعلقة بالآخرين. يعني إذا في مصلحة مالية بينك وبين حدا، شراكة مالية، أمور العلاقة بميراث، أمور العلاقة بعائلة مثلاً، مصاريف، التزامات، ديون، فواتير، هي كلها بهذا الوقت كتير مهم، لأنه في أمور رح تاخد فيها قرارات بهذا الشأن وبهذا الموضوع. كتير منكم ممكن يكون عندهم بعض الدعم المالي بهي الفترة. طبعاً اكتمال الأمر بهذا المكان بالنسبة لك عزيزي السرطان مهم، لأنه بيحاكي بعض الظروف مثل ما ذكرت المادية وأيضاً الصحية. لقاءات مع الأصدقاء، حركة، تحقيق بعض الأهداف حتى لو كانت صغيرة عزيزي مولود الحمل بهذا اليوم. لسه الأجواء الاجتماعية داعمة لإلك، وممكن كتير تقابل أشخاص صار لك زمان ما شفتهم، أو تتعرف على وجوه جديدة ممكن، أو تكون عم ترتب لسفر، أو أخذ قرار بالسفر، أو عم تتعاطى مع أشخاص بعاد عنك بالموقع. اكتمال الأمر بالدلو اليوم مهم كتير، لأنه بخص وضع عائلي بحياتك الحقيقة، ممكن بخص موضوع له علاقة بسفر، ممكن يعني قرار بتاخده بهذا الموضوع، ممكن يكون موضوع عائلي بتنتهي منه وبتوصل لنتائجه ولا حلوله النهائية، أو القرار اللي بدك تتخذه بهذا الاتجاه، ممكن يكون موضوع عقاري أو عائلي، أو عملية بيع أو عملية شراء أو تغيير. نجاح وشهرة ولحظات مميزة رح تعيشها اليوم عزيزي مولود القوس. يوم من الأيام الجيدة اللي فيها سهولة التواصل مع الآخرين أكثر، فيها حضور يمكن لكلامك، في ربح للنقاشات اللي عم بتدور اليوم، الكلام كتير، الاتصالات كتير، الحركة، التنقلات. ورغم هيك اكتمال أمر بهذا الموقع يشير بالنسبة لك عزيزي القوس لا موضوع دراسي أو ربما تعليمي، أو ممكن التحاق بدورة مثلاً، أو الالتحاق بفريق عمل، أو عمل عبر الإنترنت على شكل أوسع بهذا الوقت، أو اتخاذ قرار له علاقة بسفر أو تغيير. كل الأمور متاحة، وكل ما له علاقة بالتواصل مع الآخرين أنا بعتبره جيد. فقدم حججك وقدم براهينك اليوم، حتى الأمور العائلية ممكن تكون ناجحة وتوصل لقرار عائلي بعد نقاشات مفتوحة. عم تستعيد اندفاعك عزيزي مولود الجوزاء اليوم، يعني حالة هيك الكآبة أو حالة التراجع اللي كنت عم تعيش فيها يعني زالت. هلأ بتعرف صار المريخ عندك، صار عندك قدرة أكتر على المواجهة، بس هدينا حالك، لأنه كمان المواجهات السريعة ممكن تجلب بعض الخسارات أو تزعل ناس منك، دير بالك.
يعني حاول دائما تتمسك بلطفك الفطري بدبلوماسيتك الحلوة أثناء النقاشات وأثناء اتخاذ القرارات وأثناء وخاصة عائليا، لأنه المرحلة القادمة ممكن شوي الظروف العائلية تتأثر، بس اليوم الحظوظ جيدة وأنت عم تستعيد تفاؤلك والثقة الحلوة بالنفس. كتير في تحضيرات عم تعملها، يمكن طموحك عم بيزيد بهذا الوقت، إضافة أنه اكتمال أمر ببرج الدلو بهذا اليوم بالنسبة لك مهم جدا، ممكن يكون على صعيد موضوع سفر بينتهي أو يتخذ القرار المناسب فيه، ممكن على صعيد أمور دراسي أو تعليمي أيضا كمان بيوصل لنهاياته بعد حالة من التردد يمكن أو الأخذ والعطاء، بس توصل آخر شيء للقرار السليم. وممكن مواضيع العلاقة بعلاقات رسمية أو ارتباطات جديدة بحياتك. عزيزي الميزان، مهنيا شو محضر لنا او شو عم تحضر لنا؟ اذا ما كنت انت مرتاح بشغلك او اذا كنت عم تبحث عن شيء جديد، فهي الفتره بالنسبه لك ممكن تتلقى رد او جواب شافي او تتلقى موافقه على امر مهني كنت عم تشتغل عليه من وقت طويل، او ممكن تلاقي نتائجه اعتبارا من هذا الوقت. عامه يومك حلو، يعني سواء باكتمال الامر سواء بتواجده بهذا الموقع، بيعطيك كثير من الدوافع، بيعطيك كثير من الميزات والقدرة على استخدام مواهبك والتسويق لمهاراتك بطريقة جيدة ونافعة لإلك. بس شوي بدك تحط ببالك انه انا اعتبارا من الان ولآخر الشهر الجاي بدي تم حذرك من الامور العاطفية، مو لأن سيئة، لأن شوي طائشة وما فيها كثير تركيز، فانتبه لأنه كمان اليوم بيشمل وضع عاطفي ممكن تكون متحمس لأيه. عم بتعيد تنظيم أولوياتك اليوم عزيزي مولود الدلو، واليوم في أخبار القمر موجود عندك وبحالة اكتمال، وعلى فكرة هذا القمر بينقال عنه أنه هو القمر الأزرق هيك يسمى هذا القمر. أنت بحاث إذا بيعنيك الموضوع شو معنات هذا التعبير أو ليش أطلقوا عليه هاي التسمية. عموما اليوم الأمور جيدة رغم أنه شوي أنت متوتر أو يمكن مترقب، بس في أخبار ممكن تصلك، في قضية ممكن تحط نقطة النهاية فيها، أو ربما علاقة بحياتك أو التزام معين أو رد بيوصلك أو جواب على أمر أنت محضر له. عامة هذا الأمر يطفي عليك المزيد من الجاذبية والمزيد من الطاقة.